يعطيكم العافية. يعطيكم العافية شباب. السلايد واضح والصوت واضح؟ اه دكتور، اه واضح. خليني بس أشوف في طلاب بدهم هلأ يفوتوا على ال... أوكي. طيب آخر شيء أخذناه كان هو كيف خلينا نحكي نحسب الباندويث إذا كان معطى عندك البتريت، أو كان نحسب البتريت إذا كان معطى عندك الباندويث بيست على المعادلة اللي هي بتعتمد على سي اللي هي كونستانت مضروب بالبت بير سكند مضروب في واحد على ار، ار اللي هو عدد البتس بير سيمبل. اوكي فهلا هاي المعادله بكل بساطه عندها فيها اربع متغيرات. اوكي اما بيكون في عندك انت خلينا نحكي البود ريت اللي هو اس، او الكونستانت، او البت بير سكند، أو عدد البيتس بير سيمبل. فإذا أنا كنت معطيك ثلاثة أكيد تقدر تحسب الرابع، أوكي؟ أو إذا أعطيتك معادلتين وكان مثلا N والR مش معروفين، أنت بتقدر بناء عن أنت عندك معادلتين بمتغيرين تقدر تحلهم، أوكي؟ طيب. أوكي وحكينا إنه هذا الحكي أو خلينا نحكي هاي المعادلة اللي هي واحد على C في B في R برضو بتطابق معادلة اللي هي نايكست ريت، اوكي اللي هو عدد البت بير سكند بناء على خلينا نحكي نمبر اوف ليفلز اللي انت مختارهم وبناء على الباندويث المعطاة عندك. هلا بالرغم من انه الباندويث للديجيتال سيجنالز از انفينيت بالان ثيوري، ليش؟ لانه احنا بنعتبر انه ديجيتال سيجنال بصير فيها رايز بالتايم، يعني اذا انا بصير في عندي اختلاف بالليفل مثلا بين 0 و 1 او بين ماينس 1 و 1 او بين وات ايفر، يعني بصير لحظيا اوكي مباشره، يعني ما في عندي انا رايز تايم، يعني بنتقل نوعا ما بفتره زمنيه حتى لو كانت قصيره بين الصفر والواحد، لا انا بنتقل بين الصفر والواحد immediately، وهذا الشيء بيتطلب very big amount of frequency components big number of harmonics عشان احقق هذا الشيء، وفعليا مش بس big number of harmonics انا بحتاج infinity number of harmonics. فبالتالي وبينه عرض الواقع هذا الشيء مش موجود، دائما في عندك rise time، فال effective bandwidth is finite.
اوكي ان ثيوري اتس انفينيت بس بالحقيقه هي فاينايت. طيب هلا في شيء اسمه البيس لاين واندرينج بالسيجنال بالديجيتال سيجنالز، وهاي من المشاكل. يعني احنا ما بدنا يصير في عنا واندرينج. شو يعني واندرينج؟ انا اول شيء مشان انا احدد انه هذا مثلا البت 0 ولا 1 اوكي بطلع على الليفل تبعه بشوف. مثلا احنا متفقين انه اذا كان صفر مثلا هو صفر، اللوجيك صفر. اذا كان 1 معناته اذا مثلا 5 فولت معناته هذا 1 اوكي. هلا فعليا كيف الريسيفر بيعرف انه هذا 1 او 0؟ معناته بده يقارنه بافرج معين، بيسوي شيء اسمه موفينج افرج اوكي. هلا مجرد ما انت صرت اعلى من الموفينج افرج بعتبر انه انت 1، اذا انت اقل من الموفينج افرج بعتبر انه انت 0. هذا هو يعني عاده كيف بصير الديكودينج. بس شو بصير مرات؟ مرات بصير في عندك لونج سيكونس اوف 1 اوكي، فبتلاقي انه الافرج صار بلش يرتفع انه هو موفينج افرج اوكي. فالافرج ببلش يرتفع بصير قريب من ال1، وبصير هناك في عندي ايرور. حتى لو كان وصل عندي 1 بس قيمته اقل شوي من ال5 فولت بصير اعتبره 0. ليش؟ لانه انا الموفينج افرج تبعي صار مثلا 4.8 فولت، وجتني سيجنال مثلا قيمتها 4.5 بالطبيعي المفروض اني اعتبرها 1، لانه انا حكيت انه اي شيء اراوند ال5 فولت بعتبره 1. مع انه بهاي الحاله لانه صار اقل من الافرج ال4.5 اقل من ال4.8 اعتبرتها 0. هذا احنا بنسميه البيس لاين واندرينج. فاحنا بالعاده الديكودينج اوف ذا ريسيفد سيجنال، ذا ريسيفر كالكوليتس ذا رانينج افرج اوف ذا ريسيفد سيجنال باور، وبنسميها البيس لاين او الثريشولد. هذا هو الثريشولد اللي بضل يتغير ويرتفع حسب السيجنال اللي جايتني. ذا انكمينج سيجنال باور از ايفالويتد، يعني بتقارن against the baseline in order to determine the value of the data element، يعني إما 0 أو 1 okay. فlong strings of zeros أو 1 يعني نفس الفولتج ضلها تمشي معي، بتروح بتسحب الأفرج يكون قريب من هذاك الفولتج okay. cause the drift of the baseline called baseline wandering which makes it hard for the receiver to correctly decode the signals إذا كانت signal فيها شوية error. A good line coding scheme should prevent baseline wandering. كيف أنا بخلص من baseline wandering؟ إني أخلي السيجنال دائما تتغير سواء كانت 0 أو 1، وحتى لو كان في عندي sequence of zeros يكون فيها تغير. يعني نفس البت يعني الزيرو مثلا هو عبارة عن high low، وإذا بيجيني low high بعتبره 1. فبهاي الحالة أنا بضمن دائما حتى لو إجاني sequence من ال ones او سيكونس من الزيروز انه دائما انا الافرج تبعي مش مرتبط بانه اجاني والله مجموعه زيروز فخربطوا لي الافرج. لا، حتى لو اجاني مجموعه زيروز ما انا عارف انهم بنتقلوا من لو لهاي او من هاي للو، بتلاقي الافرج دائما بيكون حوالين النص، يعني حوالين نص الفولتج. اذا كان انا بين الزيرو وال5 فولت معناته انا دائما بتكون الفولتج عندي للافرج بتكون حوالي 2.5 فولت. إذا كانت بين مثلا الـ 5 والـ minus 5 بتلاقي إنه الأفرج دائما حوالين الزيرو، لا هو بيكون منحاز للـ minus 5 ولا منحاز للـ 5. فهيك إحنا بنخلص من الـ baseline wandering. وراح نشوف إحنا بعض الـ examples لـ decoding schemes ما فيها baseline wandering و decoding schemes فيها baseline wandering. هلا الـ DC components تقريبا نفس الإشي. هلا شو اللي بصير؟ إنه long constant voltage يعني DC signal create low frequency component، وهذول الـ low frequency component أنا ما بعمل لهم filtering اوكي. ليش؟ لانه انا باند باس فلتر بالباندويث اصلا عندي هي باند باس فلتر. فاذا في كان لو فريكوانسي كومبوننت، لانه انا صار في عندي مثلا زيروز مثلا تكرروا 10 مرات اوكي، فالسيجنال عندي صارت نوعا ما مختلفه عن الباندويث المعطى عندي اوكي، او فيها كومبوننت تابع على لو فريكوانسي اوكي. فبهاي الحاله ما بتتفلتر وبصير فيها نوعا ما شويه ايرور. وراح ناخذ اكزامبل عليها. A good line coding او يعني encoding schemes should have no DC components. وهذا الشيء بنخلص منه again انه احنا نخلي نفس البت اذا كان 0 او 1 انا بعبر عنه مثلا بهاي لو او بلو هاي. هيك انا بخلص من انه يكون في عندي DC component ثابته لفتره طويله زي البيس لاين واندرينج. هلا بالنسبه للسيلف سينكرونايزيشن، هلا عاده لما السندر والريسيفر بدهم يستقبلوا من بعض، انا هلا بدي ابعث مثلا داتا، اول ما تطلع الداتا من عندي ما بتروح للسيرفر اللي انا بدي اياه، يعني ما بتروح مثلا هلا انا مثلا قاعد عم بحكي صوتي قاعد عم بتحول لديجيتال سيجنال. هاي الديجيتال سيجنال راح تنبعث لوين؟ لاول راوتر هون في الجامعه
أوكي. هذا الراوتر اللي بالجامعة بيروح يبعثها للمين راوتر في الجامعة، والمين راوتر بيبعثها مثلاً لشركة زوم أو بيبعثها لأي سيرفر له علاقة بزوم، وزوم برد يعملها فورورد أو برودكاست لكم. هلأ أهم نقطة بتصير إنه أنا كمبيوتري لما بدي يبعث للراوتر اللي موجود هون بالجامعة لازم يكونوا بيحكوا على نفس البيت ريت. يعني إذا أنا كنت مثلاً قاعد عم بحكي في بيت ريت معين والريسيفر بحكي بيت ريت ثاني، راح يصير في عندي إيرور. أوكي؟ فبصير في عندي إيرور بالإنتربريتيشن أوف ذا سيجنال. يعني ممكن أنا أكون أبعث مثلاً 001، أنت تفهم علي لأنه أنت بتستخدم كلوك مختلفة، تفهمهم منهم 0001، يعني يكون في عندك 1 بيت إكسترا أبصر من إجا. ليش؟ لأنه أنت عم تعمل الكلوك تبعتك عم تقيس السيجنال at a faster rate من السيجنال اللي أنا عم ببعثها. أوكي؟ فالبيت ديوريشن يعني the start and the end of the bit should be exactly identified by the receiver. يعني receiver لازم يكون ماشي بالضبط على كيف السندر قاعد ببعث. If the sender and the receiver are running at different clock rates, the bit interval يعني البيت duration will not match and the receiver may misinterpret the signal. بمعنى انه يصير في عندي error هو كيف اكتشف انه هاي signal مثلا مفروض انه انا بعثها 0 هو يمكن يفهمها 1. A good self-synchronized line coding scheme should keep the receiver well synchronized. يعني حتى أنا ممكن أستخدم البيتس نفسهم مشان يرجعوني للبروبر سينكرونايزيشن. أعرف إنه أنا مثلاً low high low مثلاً هذا بيمثل عندي كلهم، هاي الانتقال بين اللو والهاي واللو بيمثلوا عندي one bit مثلاً اللي هو zero. أوكي؟ فبهاي الحالة أنا بس أشوف low high low بعرف إنه هاي هي duration ل one bit. لما أشوف كمان هاي لو هاي بشوف إنه هذا هو 1، فأنا بقدر أستخدم البت اللي أنت عم تبعث لي إياه عشان أنا أعمل سينكرونايزيشن للكلوك تبعتي تمشي زي ما أنت قاعد عم تبعث. خذوا هذا الإكزامبل مثلاً، لنفرض إنه دقيقة بس في طلاب بدهم يفوتوا على المحاضرة. لا أوكي. لنفرض إنه أنت كسندر بعت هاي سيجنال، ال1 عبارة عن هاي، الزيرو عبارة عن مثلاً ماينس 5 والون عبارة عن بلس 5. أوكي؟ أنت بالنسبة لك لسندر أكيد أنت سينكرونايزد مع حالك لأنه أنت سينكرونايزد، بس خلينا نشوف ريسيفر شو عم بيساوي. ريسيفر قاعد عم بيعمل سامبلينج على فاستر ريت، يعني ما استنى هاي ديوريشن كلياتها وقال لك أوكي خلال هاي ديوريشن شو كانت السيجنال معناته هي 1. لا، خلال هاي ديوريشن بس الصغيرة يجي قال لك أوكي هي 1، بعدين اللي بعديها اعتبر أنها 1 لانه انا هو عمل سامبل بالنص مثلا ولقى ان هي 1، بعدين صارت لو لانه هي انا صارت سيجنال في عندي 0 اعتبرها انها 0. فلاحظوا انه البت اللي هي 10 من الترانسميتر انفهمت انها 110 من الريسيفر، وهكذا. لاحظوا انه الترانسميتر كم بت بعث؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 بت، بينما الريسيفر وصله لانه عم بيعمل فاستر كلوك ريت وصلوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بت بدل ما يوصلوا 8. فهو في عنده 4 بت اكسترا، مش بس انهم اكسترا حتى السيكونس غلط. يعني هي ما راح توصلوا عباره عن 1 1 1 0 1 1، راح توصلوا 1 1 0 1، هذا مش اللي اصلا بعثه للترانسميتر. فهون بنلاحظ انه في عندي انا 2 بتس 2 كومبوننتس ذات ار نوت سينكرونايزد. يعني لا الريسيفر عم بيمشي مع الريت تبع السندر ولا السندر قاعد عم بيقلل أو بزيد الريت مشان يتوافق مع الريسيفر. طيب خلينا نأخذ هذا الإكزامبل، هو بسيط يعني، وبتخيل إنه يعني توضيح للرسمة السابقة. In a digital transmission, the receiver clock is 0.1% faster than the sender clock. بمعنى إنه هو واحد بالألف، هو 0.1% يعني واحد بالألف، يعني 0.1% واحد بالألف faster than the sender clock. How many extra bits per second does the receiver receive if the data rate is 1 kilobit per second? How many if the data rate is 1 megabit per second? طيب أنا بدي أفترض أنه في الترانسميتر ببعث 1000 bit per second. هلأ خلال هذول الألف هذا السندر بعثهم اوكي 1000 بت بير سكند، بينما الريسيفر قاعد الكلوك تبعته اسرع من ال 1000 بت بير سكند بواحد بالألف. اوكي، فانتوا راح تلاحظوا انه
at 1 kilobit per second the receiver receives 1001 bit per second instead of 1000 bit. يعني الاكزامبل هون في عندي 1 بت زياده عن الترانسميتر وهذا إشي غلط. هذا ال1000 بت معناته انا يعني ال1001 بت اول إشي مش بس انه انت ما وصلك داتا زياده فعليا, انت بس كنت عم تعمل سامبلينج اسرع كريسيفر. فهذا البت احنا ما بنعتبره بت زياده يعني انه والله اكسترا وش كويس, لا بالعكس انت السامبلينج عندك غلط, فبالتالي يمكن هذول ال1000 بت انت ما وصلوك صح زي ما انا بعتهم, يعني يمكن يكون في ايرور بهذول ال1000 بت. وفوق هيك كمان في عندي انا بت زياده. لاحظوا هون انا بعثت مثلا 8 بت وجيت قلت لك الريسيفر اسرع اكيد 30% هون من الترانسميتر, فانا في عندي او ب 50% ب 30% اسرع, فانا في ثلث زياده راح يجي على كميه الداتا اللي انا بعثها هون. اذا انت بعث 8 بدك تيجي مثلا يعني يوصلك 12 بت اللي هو 8 والثلث الزيادة اللي جايني هو الأربعة بت, هذول جايني من بسبب الفاستر سامبلينج ريت. أوكي طيب أو لا فعليا هي 50% أنا أسرع, يعني هون 50% أسرع من الترانسميتر, فأنا رح يجيني بدل ما هم 8 بت رح يجوني 12 بت. هون بهذا الإكزامبل هو أسرع بواحد بالألف, فأنا رح يجيني لكل ألف 1 بت إكسترا, فأنا بعث أصلاً ألف فبالتالي رح يجيني 1001. طيب إذا بعثت مليون قديش بيجيك إكسترا؟ بيجيك واحد بالألف من المليون, هذول إكسترا واحد بالألف من المليون اللي هو 1000. أوكي فأنا رح يجيني مليون وألف بت زيادة عند الريسيفر. أوكي ف انبعث مليون بت بالسكند الوحدة, الريسيفد ألف أو مليون وألف بت, والإكسترا أكيد بدهم يكونوا ألف بت. هلا لو بعثت 2 مليون بت بير سكند قديش بيجيك إكسترا؟ 2000 بيجيك 2000 وهكذا, يعني أنت بس بدك تضرب بواحد على 1000 وهذا هو بيحدد قديش البتس الإكسترا اللي راح تيجي عندك, أو بيحدد قديش أنت فاستر. إذا كانت مثلاً 50% فاستر تضرب 50% بواحد مليون معناته الإكسترا بت راح يكونوا 500,000 وهكذا. طيب هلأ نيجي لللاين إنكودينج سكيم. لاين كودينج سكيم, هلأ اللاين كودينج هو أنا كيف أعبر عن البت. أوكي شو الليفلز اللي بدي أعبر فيها عن البت. أوكي وكيف أنا بغير هذول الليفلز بناء على السيكونس تبعت البت. أوكي نيجي عليهم واحد واحد. في شيء اسمه اليوني بولر أو إحنا بنسميه إحنا النون ريتيرن تو زيرو. هذا بهذا النوع من الكودينج لما نقول لك نون ريتيرن تو زيرو معناته أنت كل بت معبر عنه بليفل واحد, يعني أنا ما برجع للصفر خلال البت الواحد, ما بمر بالصفر خلال البت الواحد. خلص مثلا اذا انت بدك تبعث 1 معناته انا بعطيك مثلا 5 فولت, بدك تبعث 5 فولت على طول الديوريشن. اذا بدك تبعث 0 بحطيك مثلا 0 فولت معناته على طول الديوريشن. انت خلال البت الواحد ما رجعت للزيرو. في عندك البولر اللي هو احنا بنسميه ريتيرن تو زيرو, يمكن هاي لازم نجيبها ريتيرن تو زيرو اند باي فيز مانشستر اند ديفرنشال مانشستر. هذول كلياتهم ايش انكودينج سكيمز بيرجعوا للصفر خلال فترة معينة وبرضو يطلعوا. هلأ الباي بولر بيكون في عندك انت نوع من الماينس والبلس. اوكي وممكن ان اعمل ملتي ترانزيشنز خلال البت الواحد ورح نيجي عليهم واحد واحد. بس وفي عندك الاي ام اي اند سودو ترنري. سودو ترنري هذا اللي هو نوع من انواع الباي بولر انهم يرجع لقيمة سالبة وقيمة موجبة ويمر في الصفر اكيد, يعني ما راح البت الواحد يكون بليفل موجب بعدين بليفل سالب الا راح يمر في الصفر لانه راح ينتقل من الموجب للسالب. في عندك المالتي ليفل انه اذا كان في عندي مالتي ليفل مش بس عندي انا مثلا 2 ليفلز, يمكن يكون عندي مالتي ليفلز وهذا هو اللي احنا حكينا فيه بمعادله نايكست ريت. مش احنا كنا ناخذ لوج ال
L اللي يكون في عندي ملتي ليفل بالفولتجز اللي بستخدمهم، اوكي. وفي عندك ملتي ترانزيشنز زي MLT3، وراح ناخذهم واحد واحد. طيب هلا اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو، اوكي. هذا النون ريتيرن تو زيرو هو ابسط نوع بتمثيل السيجنال. لاحظوا اول شيء يوني بولر معناته في قيمة فولتج واحدة موجبة، ما في قيمة سالبة، اما فولتج او صفر، هذا بنسميه يوني بولر، يعني قطب واحد له اللي هو بلس 5 مثلا او بلس في، فولتج موجبة. بس الفولتج الثاني شو هي؟ صفر، معناته انا في عندي جراوند وفولتج معينة، جراوند وفولتج معينة، اوكي. هلا الواحد او يعني اللوجيك 1 بعبر عنه بليفل ثابت طول الفترة، وهذا بيعبر عندي عن الوان. الزيرو أو الجراوند بيعبر عندي عن الزيرو، هذا أموره تمام. هلأ شو مشكلته هذا اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو أو نون ريتيرن تو زيرو بنسميه احنا بالعادة؟ مشكلته إذا كان في عندك سيكونس أوف وانز، لاحظوا ورا بعض، شو بصير بالأفرج اللي أنا بعمل عليه سامبلينج؟ مش حكينا في عندنا يمكن في عندي يصير واندرينج أو في عندي دي سي كومبوننت؟ الفولتج اللي بقيس عليها بتصير أول شيء بتكون بالنص، بعدين بتصير شوي شوي ترتفع لأنه في عندي sequence of ones اللي أنا بقارن فيها. الأفرج بصير قريب من الون، فإذا كانت الفولتج تبعت الون اللي وصلتني مثلا أقل شوي من هذا الثريشولد بس هي أعلى كثير من الصفر، بصير أعتبرها صفر. ليش؟ لأنه أنا صار في عندي مجموعة ones رفعت الأفرج، بدل ما يكون بالنص صار قريب من الواحد. طيب خليني بس أحاول أرسم لكم هون مثلا هذا الموفينج أفرج هون كيف راح يكون. أول إشي مثلا بيكون بالنص، شوي شوي بيرتفع لأنه أنا في عندي 1، بعدين برد ينزل شوي لأنه صار في عندي 0، أوكي. بعدين برد يرتفع لأنه في عندي 1، بعدين رد إجا 1 بعدي فبرد يرتفع كمان شوي، بعدين برد ينزل، أوكي. هلا لاحظوا هون الأمور تمام. ليش؟ لأنه أنا عملت alternating بين ال1 وال0. بس إذا أنا أعطيتك مثلاً 20 1 وراء بعض شو بصير؟ هذا الموفينج أفرج بضل يمشي 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 زي هيك لحد ما يوصل تقريباً عند نفس الليفل تبع ال1. فإذا أنا أجتني سيجنال قريب أقل من ال1 بشوي، راح يعتبر هاي السيجنال راح يعتبرها 0، علماً بأنها كتير أعلى من ال0. ليش؟ بس لأنها صارت أقل من الأفرج بسبب أنه كان في عندي مجموعة 1s وراء بعض. طيب هاي واحدة من المشاكل مثلا بهذا النوع من الكودينج. طيب اليونيبولر all signal levels at one side of the time axis، يعني هون خلينا نحكي اما فوق او تحت، يعني عندك one pole اما minus voltage او plus voltage، بس مش minus و plus voltage. طيب none return to zero since the signal does not return to zero during the bit، okay. هاي عشان هيك احنا بنسميها non return to zero. يعني انت ممكن تيجي تقول لي اوكي طب ما هي كان بلس فولتج بعدين رجع للصفر، ما هي رجع it return to the zero، ليش انت بتقول non return to zero؟ انا بقول لك non return to zero خلال البت الواحد، اوكي. فهو constant خلال البت الواحد وما بيروح للصفر خلال البت الواحد، اوكي. Relatively very costly scheme in terms of normalized power. The power تبعته عالية نوعا ما. Hence not popular scheme nowadays. يعني هو مش popular scheme بس إجمالا هو هيك إحنا بنفكر بالديجيتال سيجنال إنها one level. أنا ما بعمل two levels للسيجنال الواحدة. One level خلاص هذا one وهذا zero. Normalized power يعني ال power تبعته عبارة عن أكيد نص ب ال voltage high تربيع زائد نص بالفولتج الثانية تربيع. الفولتج الثانية زيرو فأنا بصفي عندي أنا التوتال باور أو يعني الباور اللي واصلتني أنت ك ريسيفر بتكون نص في تربيع، ونص في تربيع إحنا بنيها تكون باور أعلى من هيك شوي، أوكي. فبنحاول أن نلاقي فولتج ثاني مثلا نحط إحنا سالب فولتج، يعني يكون في عندي انتقال أكبر. الانتقال هون بين الصفر والفي مش زي الانتقال بين الماينس في والفي. الانتقال بين الماينس في مثلا والفي اوضح وسهل اني القطه، بينما لما يكون الانتقال بين الصفر والفي نوعا ما انا الانتقال قليل فما بيعطيني باور عالي اني اقدر انا استخلص منها الفرق بشكل اوضح، اوكي. طيب خلينا هون نشوف البولر، اوكي، نون ريتيرن تو زيرو
L وفي عندك البولر non return to zero I. non return to zero L بنسميه احنا ال L جاي من level انه بيختلف الليفل عندك، وال non return to zero I اللي هو invert. اثنين non return to zero. شو يعني non return to zero؟ لاحظوا الفرق هون انه انا في عندي plus voltage في عندي minus voltage، تمام؟ بس خلال البت الواحد انا مريت بالصفر. سؤال، هذا خلال البت الواحد انا مريت بالصفر؟ لا ما مريت بالصفر، انا ظليت على نفس الليفل، فانا I did not return to zero. فعشان هيك احنا بنسميه non return to zero NRZ. طب الامور تمام، هلا هو non return to zero، بس شو فرقه عن non return to zero السابق؟ انه هذاك كان unipolar، كان بس plus V وصفر. هون plus V وminus V، او بدناش نسميها، مش ضروري تكون نفس الفولتج، يعني ممكن تكون زائد 5 فولت والقيمة السالبة تكون مثلا ناقص 4 فولت. انا في عندي 2 فولتجز، واحدة منهم موجبة واحدة منهم سالبة. مثلا الزيرو انا بعبر عنه بالهاي فولتج، والوان بعبر عنه بالنيجاتيف فولتج، وهكذا ما في اختلاف بالهاي النمبر 10 تو 0 ال. انا بغير الليفل كل ما يتغير عندي البت، فانا اذا البت عندي 111 بخلي الليفل ثابت، اذا كان عندي 00 بخلي الليفل ثابت. يعني شو هي الفولتج تبع الزيرو؟ بلس في بخليها بلس في، اذا مثلا 111 بخليها كلياتهم ماينس في. هذه ال ان ار زد ال، انا بغير الليفل كل ما يتغير البت. اوكي، في عندك النون روتين تو زيرو انفرت، انا كل ما يتغير البت، اذا كان مثلا 01 بغير بعمل تغيير بالفولتج. اوكي، 10 راح اعمل تغيير بالفولتج لانه تغير البت. هلا 00 اوكي شو بصير؟ 00 هذا ما فيش في عندي اختلاف انا في البت، فبضل انا على نفس الليفل. هلا هون لاحظوا، شوف انت في عندك اول شيء 0 اوكي، 1 ال1 بقلب السيجنال لانه انا صار في عندي اختلاف بين ال0 وال1، يعني السيجنال هون صارت سالبه، مش لانه انا في عندي 1، لانه صار في عندي 0 واجى بعديها 1، هيك السيجنال صارت 0 واجى بعديها 1 بقلب السيجنال. اوكي طيب، هلا هون ال1 اجى بعدي 0، ما انا بعتبر انه 1 اجى بعدي 0 ما فيش داعي اني اغير السيجنال. اوكي، وبخليها ثابته لما يرد يتكرر عندي 0 1 مره ثانيه. اوكي طيب، هاي اول قاعده، اذا بيجي عندك 0 1 غير الفولتج، هاي القاعده الاولى. طيب يعني انا بروح بتبع امتى بيجي عندي 0 1 وبروح انا بغير الفولتج. اوكي خلينا نشوف، هلا بنتظر ال1 اللي بعديه، امتى بيجي ال1 اللي بعديه؟ راح يجي اكيد بعد 0، اذا كان في عندي انا سيكونس 0 0 1، اجى عندي هون كمان 1 بغير الفولتج. هلا هون ما اجى بيناتهم 0 0، يعني اجى ال1 اجى بعديه دغري 1، ال1 كمان بغير الفولتج، يعني انا بتطلع على ال1s وين في عندي 1 بعمل انفرت، او ممكن انت تعمل انفرت لما يجيك 0، بس احنا بهذا الاكزامبل انا عم بعمل انفرت لما يجيني 1. اوكي طيب، فلاحظوا معي، خلينا نمشي فيهم هلا بهذول القاعدتين، اما بيجيك 0 1 او بيجيك 1 1، بس عليهم هذول انت بتعمل تغيير بالفولتج. لاحظوا معي 0 1 بعمل تغيير بالفولتج، انتقلت من بلس في لماينس في، اجى 0 0 ما فيش عليهم تغيير هذول، يعني ال1 0 ما بغير، ال0 0 ما بغير، بعدين اجى عندي 0 1 بغير، كنت انا بالسالب بصير موجب. اجى بعد ال1 اجى كمان 1 بغير، اجى بعد ال1 1 كمان برد برجع بغير، بعمل انفرت او بقلب السيجنال. بعدين اجى عندي 0، ال0 ما بغير السيجنال، يعني ال1 0 ما بغير السيجنال، فظليت انا ثابت. هلا هاي طريقه بالكودينج بتخليك تعطي انديكيشن انه انا شو كانت الفولتج السابقه بتاثر عندي على الفولتج على الليفل الحالي. اوكي، مش بس انا لحظيا اذا انا كنت 1 معناته انا بعطيك ماينس في، بس انت دائما امتى ما كنت 1 بتكون ماينس في؟ لا، مرات ممكن ال1 اعبر عنه ببلس فولتج، مرات ممكن اعبر عن ال1 بماينس فولتج. اوكي، بس انا لاني انا فاهم كيف الانكودينج بشتغل على هذا، على هاي الرول، باجي بقول لك اوكي اذا في تغيير بالفولتج معناته انا مريت ب1، اذا ما في تغيير معناته انا كنت مار بسيكونس اوف زيروز. اوكي طيب،
هلا البولر نيجي بس الى الشرح هون بالتكست المكتوب. The signal levels are on both sides of the time axis. يعني في عندي plus V و minus V. Non-return to zero level بغير الليفل لما يكون يتغير البت. Non-return to zero I اللي هو الانفرت. Change or lack of change determined by the value of the bit. Okay. إذا كانت هون أنا عم بقلب على الـ 1 ممكن تتعمل NRZI يعني كمان another encoding يعتمد على تغيير البت بناء على 0. إذا بيجي عندي 0 بتقلب البت. 1 ما بغير البت. يعني ممكن. هلا الـ baseline wandering and synchronization problems ممكن تطلع بكل non-return to 0. لأنه البت ممكن يكون في عندي sequence of bit تخلي السيجنال تروح ل دي سي فولتج معين. يعني مثلا نفترض انت هون بال non return to 0 L level يعني اجاك مجموعه ones اكيد كلياتهم راح يكونوا بالسالب فولتج والافرج راح يكون يصير قريب من السالب. فانت لو تيجي قيمه مثلا قريبه من الصفر راح تعتبرها مثلا انت 0 ما راح تعتبرها 1. ليش؟ لانه انا الثريشولد تبعي صار قريب من السالب. فانا بصير في عندي هون DC wandering. نفس الاشي هون اذا انا كان في عندي 1 وبعديه مثلا 20 زيرو ما رح يصير في تغيير بالسيجنال حتى لو اني عم بستخدم NRZI. رح السيجنال برضو كمان يكون قريب من السالب ورح ابطل اعرف انا هل صار في عندي تغيير ولا ما صار في عندي تغيير. ليش؟ لانه لو اجتني سيجنال شوي اقوى باجي بقولك اوكي اجاني واحد عشان هيك انا صار في تغيير بالليفل من السالب V للبلس V مثلا. ف both of them they will have DC component problem فبالتالي راح يسووا لي انا صعوبه بالفلتره. هاي الباندويث تبعتهم تقريبا الباندويث راح يكون فيها هاي البيس البيس باند. اوكي معظمها راح تكون قريبه من البيس بس في عندي انا بعض الكومبوننت هون اذا كان في عندي انا تغيير سريع بالسيجنال. اوكي فاحنا كل ما كان في عندي تغيير سريع كل ما هاي الجزء من الباندويث صار اكبر. اوكي والباندويث مثلا بدل ما هي هيك اذا كان في عندي تغيير بالسريع بالسيجنال راح تصير مثلا زي هيك. فانا بستخدم باندويث اعلى مشان اخلي السيجنال تصير اسرع. ار لهم انا ببعث 1 بت بير سيمبل يعني ار تساوي 1 ببعث بكل تايم ديوريشن ببعث 1 بت. يعني انا ما في عندي تغيير بالليفل 1 تو 1 ليفل ثابت بيعطيني 1 بت. تغير الليفل معناته في نيو بت. اوكي طيب non return to 0 l ليفل يعني non return to 0 i invert both have an average signal rate of n على 2 مضروبه في البود ريت. اوكي هذا الافرج سيجنال ممكن ناخذ عليها اكزامبل. في عندهم الدي سي بروبلم. هلا نفترض انه في عندي انا سيستم بستخدم non return to 0 invert to transfer 1 ميجا بت بير سكند. هذا مشان يوضح المعادله اللي قبل شوي. What are the average signal rate and minimum bandwidth؟ اوكي هذا هو السؤال المطلوب منك. انا اللي عم ببعثه انا ببعث 1 ميجا بت بير سكند. The average signal rate هو البود ريت عندي هو S تساوي N على 2 ويساوي 500 كيلو بود. يعني انا التغير بالسيجنال 500 مره او 500 الف مره بالسكند. اوكي مشان ابعث 1 ميجا بت بير سكند. هلا ذا مينيمم باندويث اذا طبعا هون لاحظوا انه الكونستنت عندي سي هو يساوي نص. اوكي لانه احنا مشينا على المعادله اللي هي سي في ان في الار. اوكي R تساوي 1 C تساوي نص و N تساوي 1 ميجا بت بير سكند. فأكيد نص في 1 ميجا بت بير سكند يساوي 500 كيلو بود. The minimum bandwidth for this average board اللي هو B minimum يساوي 500 كيلو هرتز. لأنه البود ريت بعطيك أنت كمية الداتا أنت بتبعثها بالانتقال الواحد. يعني الانتقال الواحد بيعبر لي عن 2 bits نوعا ما. هون هاي انتقال في قبلي بت معناته في بعدي بت. طيب خلينا ناخذ هلا ايش اسمه البولر ريتيرن تو زيرو او الريتيرن تو زيرو سكيم. طيب شو بيسوي هذا؟ هذا بيحكي لك اول شيء ما فيه دي سي كومبوننت
شو يعني ما في DC component؟ يعني نفس البت بتعبر عنه بمالتي ليفلز. فأنا يعني لو إجاني مثلا 0 وبعدي 0 وبعدي 0، DC component تبعتي دائما بخليها تكون قريبة من الصفر، فأنا سهل إني أقدر أكتشف الواحد أو الزيرو فيما بعد. أوكي؟ يعني لو جتني مجموعة زيروز وراء بعض، لاحظوا هي هون في عندي 2 زيروز، الأفرج عندي وين رح يروح يمشي؟ أول شيء بكون خليني بس استخدمها. الأفرج عندي أول شيء ببلش ينزل لأنه أنا في عندي فولتج قليلة، بعدين برد يرجع صفر، فأنا برد برجع تقريبا قريب من الصفر، بعدين برد ينزل، بعدين برد يرجع صفر، تقريبا أنا راح أضل حوالين مثلا إشي بالسالب، قيمة بالسالب. بعدين إجاني الون، الون وين راح يجي قيمته؟ الون راح يكون هون، أنا هاي الفولتج عندي راح تبلش تطلع، بس أنا سهل جدا أميز الفرق هون بين الون والأفرج اللي عندي، فأنا بقدر أعرف إنه إجاني البت هذا ون. مثلا رد إجاك كمان زيرو، يعني رد إجاك زيرو زي هيك، بتلاقي الأفرج برضو كمان رح يمشي زي هيك، ورح يرد يرجع تقريبا قريب قيمة بالسالبة، بس مش بالسالب كثير على الآخر. ليش؟ لأني أنا نفس البت بعمل فيه تغييرين، قيمة سالبة وصفر، قيمة سالبة وصفر. أوكي؟ بس إيش؟ It returns to zero، يعني قيمة معينة وصفر. الون بعبر عنها بقيمة موجبة وصفر، وهكذا. إمتى ما يجيني ون بعبر عنه بالطرف الأول من السيمبل بعبر عنه بلس، أو يعني بقيمة موجبة، الطرف الثاني بعبر عنه بصفر. هلا هذا الإشي شو بخليني أساوي؟ إنه أحاول أخفف تأثير DC component، هذا الهدف من الموضوع. هلا الـ RZ اختصار return to zero، لأنه السيجنال عندي it will return to zero in every bit، يعني كل bit السيجنال بدها ترجع فيه للصفر، بتكون مثلا سالبة وبترجع للصفر، جاني 1 بصير موجب وبرجع للصفر، وهكذا. The signal changes at the beginning of the and the middle of the bit، يعني في 2 levels بالبت الواحد، فأنا عندي R تساوي 2 مش 1، يعني أنا في عندي بستخدم 2 levels بس أنا بعبر فيهم عن 1 bit. أوكي؟ فالبود ريت هون رح يكون أعلى نوعا ما، لأن بقسم 1 على R أنا بمعادلة تبعت البود ريت. طيب it solves the synchronization problem in non-return to zero scheme، يعني synchronization بصير أسهل. ليش؟ لأنه أنا كل بت هو بده يرجع للصفر، بعدين البت اللي بعديه حتى لو كان زيه بده يرد يرجع لقيمة سالبة ويرجع للصفر، فأنا بعرف أنه أنا ما في عندي أنا مثلا الزيرو زيرو هيك بضلها قيمة ثابتة، هاي زيرو هاي زيرو، فأنا لازم أعمل synchronization مزبوط مشان أنا أتأكد أنه هاي زيرو هاي زيرو. لا، الزيرو عبارة عن فولتج وفولتج، فولتج وفولتج، هاي أنا زيرو زيرو هيك بعبر عنهم. فالكلوك سهل إني أعرف إنه أنا جاني 2 زيروز، مش إني أعتمد إنه أول الفولتج ثابت معناته هذول يلا هاي زيرو وهي كمان زيرو وهي كمان زيرو وتبر. هون لا، كل بت بعبر عنه ب 2 levels. It needs 2 signal levels to encode a bit، فأنا بالتالي أنا بدي more bandwidth، أنا بستهلك more bandwidth، بس بالأخير أنا كسبت إنه أنا ما في عندي DC component، أنا خسرت بالباندوث، يعني استخدمت باندوث أعلى، بس كسبت بإنه ما صار في عندي DC component، وهذا إشي مهم إنه ما يصير في عندي DC component وما يكون في عندي synchronization problem. إذا أنا بقدر أحل هذول المشكلتين بضحي بشوي من الباندوث، فعليا هو مش شوي من الباندوث، هو ضعف الباندوث. طيب use the 3 signal levels، فات a little bit more complicated اني استخدم 2 levels، اسهل لي كان استخدم plus view 0 او minus view 0. ليش بدي استخدم انا 2 levels 3 levels عفوا، انا بستخدم هون minus v 0 و v، هذول هم الليفلز اللي انا بستخدمهم بارسال اي bit. not a polar popular scheme. اوكي okay؟ هي polar، انا بدي اقول لكم انه هي polar. ليش؟ لانه في عندي انا 2 poles، في عندي plus في عندي minus. It's not popular scheme. هلا رح نيجي ليش. طيب الaverage power أو الaverage baud rate يساوي الداتا ريت. أوكي، يعني إذا كان الداتا ريت عندي 1 ميجابت بير سكند، البود ريت بيكون في عندي أنا بعمل 1 ميجا انتقال بير سكند، يعني
الانتقال الواحد بيعبر عن بيت واحد، بينما هناك الانتقال الواحد كان يفصل بين 2 بيتس. اوكي، هون الانتقال الواحد بيعبر عن بيت. طيب خلينا نيجي هون لهذا النوع ونشوف كيف ميزته، شو ميزة هذا النوع من الانكودينج. بنسميه احنا بولر باي فيز، يعني الزيرو بنتقل عندي مش بين الفولتج وصفر او ماينس فولتج وصفر، لا بنتقل من البلس للماينس. يعني كثير خلينا نحكي الفرق بالزيرو بنتقل من البلس في للماينس في مشان يعبر عن بت واحد. اوكي، هلا بشكل عام خلينا نحكي الزيرو بعبر عنه بقيمة موجبة بعدين قيمة سالبة، الوان بعبر عنه بقيمة سالبة بعدين قيمة موجبة وهكذا. فأنا الانتقال عندي بصير بنص البت. أوكي، إذا كان في عندي زيرو زيرو شو بصير في عندي؟ موجبة سالبة موجبة سالبة وهكذا. لاحظوا إنه الدي سي فولتج وين راح تكون دائما؟ يعني هل ممكن انه انا لو تجيني سيكونس من الزيروز او سيكونس من الوانز يكون في عندي انا تندنسي اني اكون مثلا اروح للبلس في او للماينس في، ولا بضل عندي الزيرو الافرج؟ بضل عندي الزيرو، بضل عندي الزيرو. فعشان هيك احنا بنحكي عن الباي بولر او عفوا البولر باي فيز، بنحكي عنه انه هو عباره عن تكنيك ما في يو دي سي كومبوننت، ما في encoding wandering، أو يعني يكون في عندي bit wandering إنه الأفرج يروح ينحاز لأي فولتج معين. ليش؟ لأنه بغض النظر بدك تبعث لي sequence of zeros أو sequence of ones أو zeros by ones راح يكون الأفرج تقريبا حوالين الزيرو. هلأ في عندك أنت بنسمي هذا المانشستر encoding، في عندك differential manchester هو نفس المبدأ تقريبا، بس شو الفرق؟ إنه أنا مثلا هاي أنا عندي الزيرو سالب، يعني سالب v بعدين plus v، بعدين لاحظوا بتطلع على الوانز يجاني 1 بغير البولر بغير الفيز، بسوي موجب بعدين سالب. طالما انه ما اجاني 1 جديد بظل انا ماشي على نفس السيكونس، بظل انا موجب سالب موجب سالب، بعدين اجاني 1 بقلب. اوكي، بصير سالب موجب، اجاني كمان 1 بقلب. يعني انا بتطلع على الوانز، كل ما يجيني 1 بغير الفيز، ما اجاني 1 يعني يضل زيروز، بظل على نفس الترند اللي آخر إشي أنا كنت ماشي فيها. كنت ماشي مثلاً هاي لو، بظل هاي لو هاي لو، يجاني 1 بصير لو هاي، يجاني كمان 1 بصير هاي لو مرة تانية وهكذا. فهذا بنسميه إحنا differential manchester، والمانشستر لهم نفس ال properties. أوكي، لهم نفس ال properties، ما فيهم DC components، ما فيهم wandering، average يعني عند zero. هلا overcome the problem of non return to zero L non return to zero I. The cost is doubling the signal rate. ليش؟ لأنه أنا في عندي return to zero، في عندي return to zero، فأنا معناته البت الواحد بصير فيه اختلاف بين two levels من voltages، فبالتالي أنا signal rate بتكون double and hence the minimum bandwidth بتصير double كمان. أوكي؟ بس again يعني this is very important، لأنه أنا بدي أخلص من DC component، ما بدي أنا إذا ببعث أنا sequence of ones أو sequence of zeros يروح يعملوا لي الأفرج يرفعوه. In Manchester and differential Manchester اللي هما نفس الإشي، the transition at the middle of the bit is used for synchronization. ونفس الإشي هون، had it used for synchronization، بس هذا ما له اسم، هذا البولر return to zero اسمه polar return to zero، ما له مثلا لقب معين مثلا مانشستر او inverted مانشستر او ما يعني، بس هذا برضو كمان يستخدم. لاحظوا انه هو it solves the synchronization problem، اذا كان في عندي انا انتقال خلال البت it will solve the synchronization problem، لانه كل بت فيه انتقال. اوكي، ما بمر علي مجموعه بتس ما فيهم ولا انتقال، فانا ابلش اخمن شو هو البت ريت الموجود عندي. طيب it solves the synchronization problem. The minimum bandwidth of Manchester and differential Manchester is 2 times non return to zero، والباندويث تبعت non return to zero هي عبارة عن نص الداتا ريت.
فبالتالي هون المينيمم باندويث هي نفسها داتا ريت بالهيرتز طبعا. ان بايبولر انكودينج، بايبولر يعني يكون في عندي بلس بلس فولتج وماينس فولتج. وي يوز 3 ليفلز، بوزيتيف، زيرو اند نيجاتيف. لاحظوا معي هلا، هون في عندي انا بايبولر سكيم اللي هو اي ام اي او سودو ترنري. هلا هذا هو الاي ام اي، هذا سودو ترنري. لاحظوا انا شو بصير في عندي، لاحظوا انه انا في عندي الاي ام اي 0 0 اوكي، ال1 يعني كل 1 بيطلع شكل اوكي، يعني 0 وفي عندك 1 وبيمشي زي هيك. بعدين في عندك انت ال1 اللي بعديه ما بيكون هاي، بيكون لو اوكي. فانا بهاي الحاله عاده الزيروز ما راح تعمل لي دي سي كومبوننتس، ال1 كمان ما راح تعمل لي دي سي كومبوننتس. ليش؟ لانه مره ال1 بيكون هاي مره بيكون لو. فاذا كانت الفولتج مثلا بسبب هذا ال1 بلشت ترتفع، الافرج بلش يرتفع، الزيروز بردوا يرجعوا اول شيء للزيرو. واذا ما اجاني زيرو بعدي، ال1 اللي بعدي راح تكون قيمته سالبه، فبرجعني لقيمه اقل من الافرج السابق، وبعدين برد برجع للزيرو وهكذا. فالدي سي كومبوننت هون مستحيل يصير. ليش؟ لانه الزيروز ما راح ياثروا عندي على الدي سي كومبوننت، قيمتهم اصلا صفر. ال1 بيعملوا الترنيت بين ال1 والزيرو. طيب السيدو ترنري، سيدو ترنري شو بيسوي هذا؟ ال P by the way silent، ما بتنلفظ، دغري بتحكي S انت، ده زي سودو كود اوكي. سودو كود ما بتحكي انت بسودو كود، بتحكي سودو كود. ال P silent. هلا سودو ترنري شو بيسوي؟ هو يعني تقريبا بدناش نحكي العكس، بس اللهم انه انا المهم عندي DC component تضل صفر، فكيف بحافظ عليها؟ لاحظوا معي، يجي عندي الصفر بعطيه plus voltage، يجي ال1 بعطيه zero اوكي. بعدين بعطيه الزيرو اللي بعديه بعطيه قيمة سالبة، الزيرو اللي بعديه بعطيه موجبة، الوان بعطيه زيرو وهكذا. هلأ الـ AMI والسودو ترنري فعليا هما زي المانشستر والإنفيرتد مانشستر، اثنين لهم نفس البروبرتيز، بس اللهم أنا بطريقة التعبير عن قلب البولاريتي. أنا مرات بقلب لما يكون في عندي 1، مرات بقلب لما يكون في عندي 0. هلا الـ AMI أو الـ Alternate Mark Inversion اللي هو بقلب الـ 1، Alternate الـ 1 أوكي؟ الـ AMI 0 الـ 0 بيكون 0، الـ 1 بيعمل Alternate. السودو ترنري الـ 1 بعبر عنه بـ 0 فولت والـ 0 بيعمل Alternate، فهو It's the same. هلا بالأخير في No DC Component. ليش ما في عندي DC Component؟ قبل شوي شرحت لكم إياها. مين بيقدر يشرح لي إياها مرة ثانية؟ ليش ما في عندي DC Component؟ ولا واحد دكتور؟ لانه بضل يرجع عند الصفر، لو راح ال1 تطلع هاي فولتج، ال1 اللي بعدها بتطلع لو فولتج، فانه بضل يرجع من الصفر، لانه ال1 بضل يعمل بس الترناتيف عند الزيرو. طيب تمام، يعطيكم العافيه. هلا انا لافترض انه انا هون بدي ابعث 1 1 1 1 1 1، بعدين 0 0 0 و0 اوكي. مثلا هذول هاي هي الداتا اللي انا بدي ابعتها هون، وهي كمان 0 اوكي. هاي الداتا اللي انا بدي ابعتها. هلا هذول بطبيعه الحال بالريتيرن تو زيرو، عفوا النون ريتيرن تو زيرو، كانوا راح يسووا لي دي سي كومبوننت صح. فهلا هون بالنسبه للاي ام اي، خليني اعبر عنه هذا بالاي ام اي. اول شيء الاي ام اي كل هو نون ريتيرن تو زيرو، يعني جوا البت ما برجع للصفر، بس بعمل alternating. خلينا ناخذ ال1، كيف بعبر عنه؟ ال1 بعبر عنه اول شيء بهاي فولتج، انا بشتغل AMI. ال1 اللي بعديه وين بروح؟ ال1 بعديه لو ضليت انا على الطريقه القديمه اللي هو البولر نون ريتيرن تو زيرو، كان راح يضلوا هيك الوانز، هيك بعبر عنهم اول هاي، بعدين بصير في عندي الزيروز اول لو مثلا صح. وهي هي المشكله. بينما انا هون بهاد كيف بعبر عنهم؟ خليني استخدم لون ثاني اوكي.
راح أول شيء ال1 أعبر عنه بهاي، بعدين ال1 اللي بعديه بعبر عنه بسالب فولتج، ال1 اللي بعديه بعبر عنه بموجب، بعدين سالب. ليش؟ لأنه أنا بعمل alternate بناء على ال1، أنا بشتغل على AMI، بعدين بصير 1، بعدين ال1 اللي بعديه بصير 0. هلا هذول الزيروز كيف بعبر عنهم؟ كلهم عند الزيرو، كلياتهم عند الزيرو. هلا هذول الزيروز راح يسووا لي دي سي كومبوننت؟ لا، لانهم زيرو. يعني انا هذا هو الفولتج اللي انا بدي اضل، الافرج اللي انا بدي اياه اضل عند الزيرو. اوكي، ليش؟ لانه انا لو يجيني 1 بعد هذول مجموعه الزيروز بقدر اميزه ولا ما بقدر اميزه؟ بقدر اميزه، لانه نفترض انه اجاني 1 هون بدل هذا، راح يكون لازم اعطيه بلس فولتج، لانه اخر 1 اجاني كان ماينس فولتج، فاكيد ال1 اللي بعديه بغض النظر عن قديش زيرو بيناتهم راح يجيني البلس فولتج. اوكي، فكنت راح اعبر عنه بزي هيك لو يجيني كمان 1، فسهل اني اعرفه، لانه الثريشولد اللي ماشي معي او الموفينج افريج اللي عم بيمشي معي راح يكون، خليني ارسمه بالازرق، راح يكون اول شيء بيرتفع، بعدين لانه اجاني قيمه سالبه برد ينزل، بعدين بيرتفع، بعدين بنزل، بعدين عكينا. طيب خليني استخدم هذا. اوكي، الموفينج افريج هون اول شيء راح يرتفع، بعدين راح ينزل بسبب هاي الفولتج السالبه، بعدين راح يرد يرتفع، بعدين راح يرد ينزل، بعدين راح يرتفع، بعدين راح يرد ينزل. فبتلاحظوا انه هو دائما حوالين الصفر، بعدين لما يجيك الصفر برد يجي وبتحول للصفر تقريبا. فلما يجيك ال1 اللي بعديه سهل اني اميزه، لاحظوا ال1 كثير اعلى من الموفينج افريج هذا بالازرق، ف نو دي سي كومبوننت بتاثر عندي، وسهل اني اميز البت. في عندي مشكله بالسينكرونايزيشن لهذا النوع من الانكودينج؟ في عندي مشكله بالسينكرونايزيشن دكتور؟ ممكن عند الصفر، إذا بيجينا مجموعة أصفار وراء بعض، صح؟ إذا بيجيني مجموعة أصفار وراء بعض، خليني أفرجيكم بس هيك. أول شيء أنا بعمل سامبلينج جوا في نص البت، بلاقي إنه هذا زيرو، اللي بعديه كمان في زيرو، بس أنا إيش؟ بناء على ثبات بالفولتج، بس أنا ما صار في عندي إشي يخليني أرد أعمل، ما فيش كلوك، ما في كلوك جايتني، كل اللي جاي ما في اختلاف يعني بالسيجنال، كلياته جاي دي سي فولتج هيك. ببطل عارف انا يمكن يصير في دريفت بالكلوك تبعتي، فما اقدر انا اميز مثلا هل هذول اربع اصفار ولا خمس اصفار، ما في شيء بيخليني اميز يعني، لانهم يجوا هيك ورا بعض وكلهم منهم نفس الليفل، صفر 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 كلهم. انا بدي شيء يضل في تغير يعني زي المانشستر مثلا. اوكي، فهون في يس في مشكله سينكرونايزيشن، حليت الدي سي بروبلم بس ظلت عندي مشكله السينكرونايزيشن. واضح؟ يعني كل انكودينج سكيم فيه البروبرتي، في شيء بيخلص لك من مشكله الدي سي وبيخلصك من مشكله السينكرونايزيشن، في شيء بيخلصك من الدي سي بس بيخلي لك مشكله السينكرونايزيشن، في شيء فيه دي سي وسينكرونايزيشن مع بعض. اوكي تمام. في حد عنده سؤال؟ طيب اوكي، خلينا نيجي لشيء اسمه المالتي ليفل لاين انكودينج سكيمز. هلا احنا اللي اخذناه قبل شوي هو مالتي ليفل فعليا. اوكي، الجول از تو انكريز ذا نمبر اوف بيتس بير بود ريت باي انكودينج ا باترن اوف ام دي ايز، يعني اللي هم خلينا نحكي ديجيتال كومبوننت او خلينا نحكي داتا اليمنت انتو ا باترن اوف symbols اللي هو symbol element. طيب حلو، هذا معناته أنا بدي أعمل أكثر من level، يعني بدل ما أشتغل أنا مثلا بين الصفر والفايف فولت أو بين الماينس فايف والفايف، لا باجي بقول لك أوكي اشتغل لي بين الماينس فايف والفايف صحيح، بس كمان في عندك level عند الماينس فور، level عند الماينس ثري، يعني سوي لي مثلا خليهم يكونوا 8 levels، وكل ليفل يعبر عن 3 بت. اوكي،
بصير بهاي الحالة، بس again بتصير في عنا مشكلة الـ DC component ممكن تصير واردة. هلا يمكن انتوا واضحة لكم هاي انه يعني كل ليفل يعبر عن اكثر من بت. احنا هون بالديجيتال اللي هو 01 كنا كل بت نعبر عنه ب 2 ليفلز، بالكثير 2 ليفلز. كيف عندك انت هون 0 وال1 بعبر عنه ب1، بالمانشستر برضو 2 ليفلز، الزيرو بنتقل بين 2 ليفلز. انا ما بقدر اعبر انا مثلا عن اكثر من 1 بت بالليفل الواحد، انا كله عم بشتغل على 2 ليفلز. هون انا عندي 2 ليفلز للزيرو بس و2 ليفلز لل1، برضو كمان بقدر اعبر عن بت واحد، وهكذا هون نفس الشيء عندي 2 ليفلز. هون بنحكي عن مالتي ليفل. هلا الباينري داتا اليمنتس اللي هي 2 to the power m الداتا باترن، اوكي. طيب يعني قديش انا بدي احط ليفل بكون عدد الداتا اللي بدي ابعتها هو الاس للاثنين، اوكي. فاذا كان في عندي ال سيجنال ليفلز، اوكي، فانا بكون في عندي ال to the power n سيجنال باترنز، اوكي، ممكن تصير عندي. هلا إذا كان الـ 2 to the power m يعني number of data elements يساوي الـ number of signal elements اللي أنا بدي أحطهم، معناته each data pattern has a signal pattern. شو يعني؟ يعني لما أقول لك مثلا أنت بدك تبعث على 8 levels، معناته أنت بتقدر تبعث 3 data elements. معناته كم pattern أنت عندك من الداتا؟ خليني أخذ بس كم pattern عندك؟ 3 bits كم pattern بعطوني؟ 0 0 0 لحديت أو 0 0 1 لحديت 1 1 1. هاي هذول الليفلز الباترنز. كم pattern عندي أنا؟ 8. دقيقة يا شباب، عندي أنا 8 صح؟ من 0 0 0 لل 1 1 1 هذولا بنسميهم مجموعهم، يعني هذول كلهم بنسميهم، مشكلة بتفصل على واحد برد يرن عليك مباشرة، هذول كلهم بنسميهم دقيقة بالله يسلم. ألو ألو، يعني مش معقول. سامعيني يا شباب ولا فصل النت؟ سامعين دكتور. يعني بتفصل على واحد مرتين ثلاثة، خلاص افهم انه انا مشغول يا اخي، يعني انا بصبعي قاعد عم بفصل عليك، يعني انا مع سابق اصرار وترصد قاعد عم بفصل عليك، الله اكبر. المهم هلا هون احنا عندنا في الداتا باترنز الموجودة عندي بين 0 0 0 ل 1 1 1 صح؟ هذول عبارة عن 8 8 داتا باترنز، يعني أشكال من الداتا. ممكن الداتا عندك تكون فيها 0 0 1، ممكن يكون فيها 0 0 0، ممكن يكون 1 1 1، وهكذا كل الكومبينيشنز بيناتهم. طيب كم بت انا في الباترن واحد عندي؟ كم بت؟ ثلاثة. عندي 3 بت في الباترن الواحد. فانا مثلا الداتا عندي فيها مثلا 21 بت بدي ابعثهم، بقسمهم لثلاثات، فبطلع عندي انا 7 باترنز، يعني او 7 مجموعات. كل مجموعة بدها تكون بتنتمي لها واحدة من هذول، اما بدها تكون 0 0 0 او 0 0 1 او لحديث ال 1 1 1، اوكي. طيب هاي بنسميهم احنا الداتا اليمنت. خلينا نشوف هلا بالنسبه للليفلز، انا هلا كل داتا اليمنت بدي احط له ليفل معين، اوكي. فانا بدي يكون في عندي ال تو ذا باور ان سيجنال ليفلز، اوكي. هلا هون عندي انا ال تو ذا باور ان سيجنال ليفلز، لاحظوا معي انا هون في عندي ليفل 1 2 3 4 لحد ما اوصل 8، فانا بدي 8 كمان ليفلز. فانا هلا اف
2 to the power m يساوي l to the power n. Each data pattern has a signal level. يعني كل level إلو يعني كل pattern في إلو voltage معينة. Okay. إذا كان the number of patterns هون أقل من number of levels, data patterns from a subset of the signal of the patterns. يعني مثلا أنا في عندي 20 voltage level وبدي أعبر عنهم واستخدم 8 data patterns, بتلاقي إنه يكون في عندي 12 levels extra عندي ليش؟ لأنه في عندي 20 voltage level وبدي أعبر عن 3 bit per level, فأنا بكون في عندي أنا 12 bit 12 level extra, لأنه أنا بس بدي 8 من هذول levels مشان أعبر عن البيتس تبعوني أو data elements. هلا extra signal patterns can be used for better synchronization and error detection, بعدين بيجيهم هذول. هلا إذا كان the number of elements أكثر من levels ما بزبط هذا الشيء, بنسميه not enough signal patterns, وهذا هو not allowed. يعني بمعنى إنه أكون أنا بدي أبعث 8 patterns زي هيك 000 لحديت ال 111 على 4 levels, ما بزبط. ال 4 levels أكثر إشي بيقدر يحملوا لك 2 bits, يعني 0001 أو 10 أو 11, هذول هم اللي بيقدر يحملوهم ال 4 levels. بس أنا ما بقدر أحمل 000 على 4 levels, لأنه هيك أنا ببعث 3 bit في الليفل الواحد, بس ما بزبط هذا الإشي. ليش؟ لأنه أنا عندي number of levels أقل من number of data elements اللي أنا بدي أبعثهم, 4 أقل من 8, وهذا الإشي ما بزبط. هلأ binary patterns of length m زي هذه الحالة مثلاً length تبعها 3, signal patterns of length n اللي هو ال voltage level with l signal levels. هلا ال L can be replaced by B أو T أو Q. B إذا كانت binary اللي بتكون فيها اثنين number of levels أو number of bits اللي بقدر أبعثهم أنا بيكونوا اثنين. ف هذا ال example على هذا ال encoding 2B 2B. في عندك T إذا كان في عندي أنا ternary, مثلا إذا كان في عندي أنا بدي أبعث ثلاثة bit في الليفل الواحد, أو إذا كان في عندي أنا Q اللي هو quadratic. أوكي, L بتكون عندي 4 بتكون 2B 1Q. هذا إكزامبل على الإنكودينج تبعه. طيب خليني أشوف أنا هون يس خلينا نأخذ إكزامبل عليهم عشان توضح الأمور أكثر. إن M B N L يعني هذا هو ال value تبعت ال M وال value تبعت ال N هون تنحط schemes. A pattern of M data elements is encoded as a pattern of N signal elements in each 2 to the power M أقل أو تساوي number of levels الموجودين عندي. دائما لازم هذا يكون الرقم أقل, إذا كان أكبر قلنا ما بصير, إذا كان يساوي ماشي الحال, بس أما مش يكون أكبر منه. طيب خلينا نشوف هون في عندي أنا 4 levels, minus 3 volt, minus 1 volt, plus 1 volt, و plus 3 volt. لاحظوا كم level عندي أنا هون؟ 4 levels. أوكي؟ طيب هلأ من عندي أنا 4 levels, أوكي؟ كم bit بقدر أعبر بالليفل الواحد؟ بالليفل الواحد بقدر أخذ 2 bits, يعني بقدر أقسمهم مجموعة الداتا عندي بقدر أقسمها لأزواج. وإذا مثلاً طلع عندي بالسيكونس 00 بروح بحط لك plus 1, هاي لأنه 00 plus 1 01 plus 3 10 minus 3 11 minus 3. أوكي, هلأ إذا كان في عندي أنا alternating, أوكي, يعني بيعمل flip عند بعض ال خلينا نحكي symbols, ممكن أنا أعمل هذا الإشي previous level negative. أوكي, إذا كان الـ previous level positive, يعني الـ 00 مرة بكون plus 1. أوكي, إذا بيجي كمان 00 بصير minus 1, 00 اللي بعديه بصير plus 1, وهكذا. يعني هذا هو الalternative. الـ 01 إذا إجاني 01 بعبر عنه بـ plus 3, إجاني 01 كمان مرة بعبر عنه بـ minus 3 المرة اللي بعديها مشان أخلص من الـ DC component. Otherwise تخيلوا لو يجيك مثلا انت 00 طويل, راح تلاقي انه انت الموجب يعني راح تضلها عندك انت الفولتج
plus 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 one راح يكون أنت في عندك DC component. لاحظوا إنه الفولتج ليفل بالمرة الأولى بتكنسل الفولتج ليفل بالمرة الثانية، فأنا الأفرج عندي كلياته بكون صفر. طيب فأنا لما يجيني 0 0 بعتبر أنه إجاني مثلا plus one، بعدين إجاني 1 1 أوكي. ال 1 1 أول مرة إذا بيجيني ال 1 1 بعبر عنه بماينس 3. لاحظوا إجاني 0 1 0 1 عبرت عنه بماينس 3. هلا بهاي الحالة شو اللي بصير؟ ال 1 1 أخذ الماينس 3 اللي بعديها. أنت لو تطلع بدون، لو أنا إجيت رحت قلت لك بدون ما تطلع على ال فولتج ليفلز اللي موجودة هون هيك أوكي، وطلعت على السيجنال لقيتها ماينس 3 ماينس 3، رح تفكر انه هو اجاك نفس الرقم، مثلا اجاني 1 1 بعدين اجاني كمان 1 1. لا، فعليا انت اجاك 1 1 للمره الاولى، بعدين اجاك 0 1 للمره خلينا نحكي الثانيه، بغض النظر انا شو السيكونس السابقه عندي، بس انا هذا هو الباترن اللي صار عندي. دقيقه والله شلون بس نعمل ديليت لهذول. اوكي فهون انا اجاني 0 1 عبرت عنه بماينس 3، لو بيجيني 0 1 اللي بعديه بعبر عنه في بلس 3 زي هي الحاله موجوده هون. وجاني بعدين 1 0 1 0 لاول مره مثلا بعبر عنه في ماينس 1، هاي نفترض انها المره اللي بعديها فعبرت عنها ب 1. هلا اجاني هون 0 1 للمره الثالثه، انا بفترض لانه المره الاولى من 0 1 عبرت عنها في بلس 3، المره الثانيه عبرت عنها في ماينس 3، المره الثالثه بعبر عنها بايش؟ ب بلس 3 اجين. اوكي لاحظوا هلا هون 0 1 عبرت عنه بطريقه، وال0 1 هون عبرت عنه بطريقه ثانيه. الهدف من تغيير الطريقه هاي انه اخلي الدي سي كومبوننت تكون صفر، هذا الهدف من الموضوع. طيب الشغله الثانيه، انا كل ليفل بعبر عنه ب 2 بيتس، كل ليفل بعبر عنه بتو بيتس، هذا ما تأثر بإني أنا قاعد عم بعمل نيجاتيف وبوزيتيف. أوكي يعني 2B 1Q يعني 2 باينري 1 كواترينري يعني إنه هو بقسمه لأربعة، ما أثر عندي على النمبر أوف بيتس اللي أنا بعبر عنهم في الليفل الواحد، ضلهم 2 بيت. أوكي طيب هلا هو هذا بيعبر عن فاستر داتا ريت، لأنه أنا صار الليفل الواحد بيعبر عندي عن 2 بيتس بدل ما كان الليفل الواحد يعبر عندي عن 1 بيت قبل ما استخدم هاي الطريقه. بس اكيد طبعا هو اتس مور كومبليكيتد، لانه انا عم بدي استخدم السويتشنج بين 4 فولتجز بدل ما اعمل السويتشنج بين 2 فولتج مثلا. طيب ال شو تساوي هون؟ تساوي 4 اوكي. الكومبلكس ريسيفر ليش؟ لانه هو نمبر اوف ليفلز 4 اند 2 تو ذا باور 2 عدد الداتا اليمنتس قديش؟ 2. احنا بناخذ 2 to the power 2 اللي هو يساوي 4، يساوي 4 to the power 1. شو يعني 4 to the power 1؟ يعني انا عندي number of levels بغيرهم يعني كلهم، يعني ما فيش عندي انا اكسترا خلينا نحكي levels. الشغل الثاني 1 هو number n okay. n هو النمبر اللي انا برفع فيه للقوة يعني 4 to the power 1. الترانزيشن عندي بصير بين 1 ليفل وليفل ثاني، بين 1 ليفل وليفل ثاني دائما بصير هذا الترانزيشن. طيب شو يعني نو اكسترا سيجنال باترنز؟ بمعنى انه انا نمبر اوف ليفلز مساوي تماما للاثنين للقوه تبعت البت، ف2 قوه 2 يساوي 4 ونمبر اوف ليفلز يساوي 4، اموري تمام، ما في عندي انا اكسترا او ان يوزد ليفلز. وات اباوت ذا دي سي كومبوننت؟ الدي سي كومبوننت هون ممتاز. ليش؟ لأنه أنا عندي التابل هذا بيعمل بالانس بالسويتش والترانزيشن. إذا كان عندي 0 0 أول مرة بعبر عنها بلس، بعدين بعبرها في ماينس، ومش بس بلس ماينس، لا بعبر عنها بنفس القيمة بلس 1 برجع على ماينس 1، فالأفرج بيكون 0. هون نفس الشيء بلس 3 ماينس 3 الأفرج تبعهم 0، الماينس 1 وال1 الأفرج تبعهم 0 وهكذا. What about synchronization and baseline wandering؟ مين بيقدر يجاوبني عليها هاي؟ What about synchronization و baseline wandering؟ خلينا ناخذ synchronization. هذا الـ هذا النوع من الـ transmission فيه مشكلة synchronization ولا ما فيه؟
ممكن يكون في عندي مشكلة synchronization بهذا النوع من الترانزميشن. ممكن إذا إجت مثلاً زي هلأ سالب 3 وبعدها سالب 3. يس هلأ أنا مين اللي بيستخدم السالب 3؟ عندي 2 ليفلز، هاي هون ممكن أستخدم سالب 3 بالمرة الثانية إذا إجاني 0 1 وبستخدم سالب 3 بالمرة الثانية إذا بيجيني 1 1 صح؟ بس هلأ هل هاي السيكونس ممكن تمتد لأكثر من هيك؟ لا. طيب فعليا لا، لأنه أنا لو بدي يجيني كمان 1 1 أوكي شو بعبر عنه؟ موجب ثلاث. طيب شو اللي خلاني أخلي 0 1 ثابت هون ما يتأثر؟ يعني أنا هلا هون ضليت سالب 3 لأنه إجاني 1 1 قبل 0 1 أوكي، فنوعا ما ممكن يصير في عندي synchronization problem إذا إجاني كمان 1 1 رح أضل سالب 3 اللي رح أنتقل للموجب 3 رح أضل سالب 3 بضل سالب 3 إذا بيجيني كمان 1 1 طيب خليني أرجع لكم فيها المحاضرة الجاية أوكي، وأنتوا كمان ارجعوا للكتاب أو يعني ارجعوا للسلايدز برضو كمان أو اقرأوا عن الـ 2B1Q كيف بيشتغل من الويكيبيديا، يعني مش ضروري ترجعوا للكتاب بس يعني شوفوا على البروبلم تبعت السينكرونايزيشن والبيسلاين واندرينج هل هاي موجودة هون ولا مش موجودة أوكي، وأنا رح أرجعكم طبعا بإجابة إن شاء الله بالمحاضرة الجاية. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. لأنه أنا ما عنديش فكرة، لو عندي فكرة كان هلا جاوبتكم، بس أنا هلا بديش أجاوبكم جواب يكون فيه خطأ. المحاضرة الجاية في كويز خلال المحاضرة، بعرفش والله أنا إمتى بالضبط، يمكن يعني حوالي نصها. كويز كالعادة يعني بسيط، أبو 5 دقائق 7 دقائق بالكثير. المطلوب منكم بالكويز هو المادة اللي إحنا عم ناخدها بشابتر 4، يعني من بداية شابتر 4 على هاي إلى السلايد رقم 31 خلينا نقول. بترجعوا للكتاب إذا إشي ما فهمتوه، بترجعوا للمحاضرات المسجلة، يعني الأمور إن شاء الله أنها تكون تمام. أنا إذا في محاضرات مش نازلة إن شاء الله اليوم بتنزل على الجوجل درايف على الون درايف والأمور تكون كويسة. إذا في عندكم أي سؤال ابعثوا لي إيميل وإن شاء الله أن أموركم تمام. يعطيكم العافية.